المنظومة الجديدة منظومة محترمة جدا وممتازة. بمعنى ايه؟ ان الحاجات اللي هي التموينية اللي كانت بتتصرف الاول كنت بتاخدها ملزم، رديئة الصنع، سيئة مش حلوة، ما كانتش بتبقى يعني ايه ادمية قوي. المنظومة كويسة بس احنا برضو يعني مش عارفين نستوعبها قوي. عرفت بقى اللي بيتطبق دلوقتي ان اللي فيه الفرد ليه دعم 15 جنيه يبقى 75 جنيه على الخمس افراد، فقال لك خدي بيها اي حاجه، ودي طبعا منظومه كويسه. يعني انا ممكن مش في احتياجي سكر ولا زيت ولا رز، اخد بيها اي حاجه في التموين. احسن من اللي قبل كده، لان الرز الاولاني كنت بتلاقي فيه يعني باللغه الفلاحي كده حت اللي هو مكسر، بتلاقي فيه حاجه سودة طوب. دي واحد. اتنين، الزيت درجة أولى صافي، السكر ما شاء الله، فالجودة أفضل. بس هي الناس مش متفاهمة إن الجودة دايما بيبقى ليها سعر، والحاجة اللي هي بدون جودة بيبقى ليها سعر، فالناس مش متفاهمة ده. أنا عن نفسي أنا مبسوط من المنظومة، إذا كانت من ناحية الخبز أو من ناحية بناخد كل مرة 15 جنيه، والبطاقة لو فيها فلوس العيش بيرجعوها 40 60، اللي فيه البطاقة بيدونا ناخد بيهم جبنة، ناخد شاي، ناخد سكر.